بلدية دبل الحصن. صبحك الله بالخير استاذي. يا مرحبا وسهلا اخوي. يا هلا فيك استاذ. في البداية حابين نعرف ما هي استعداداتكم لمتابعة الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بخصوص الأحوال الجوية وتغيير الطقس، عندنا لجنة متخصصة اللي هي لجنة طوارئ الأمطار، هي قائمة في الدور هذا كان من متابعة الأحوال الجوية وتتابع مع المجاورين، المدن المجاورة بالنسبة لنا. جميل. الفريق هذا طبعا متوزع عندنا في الاحياء، طبعا مثل ما انت عارف مدينه دبل الحصن مدينه صغيره صحيح. فيها احياء، فالاحياء الداخليه هي الاكثر يكون فيها اللي هي اماكن تجمع الامطار والمواقع معروفه بالنسبه لهم، ولله الحمد الجميع يعني ماخذين احتياطاتنا في ان المواقع هاي كلها تكون مجهزه، سواء في المعدات اللي هي شفط المياه وتحويل مجاريها. جميل. الأستاذ طالب، إلى أي مدى تم تشكيل فرق طوارئ لمتابعة كل الأمور على مدار الساعة؟ طبعا الفريق هو متشكل من فريق أولي، الفريق الأولي هاي عنده عدة خطط، الخطة الأولى اللي يكون فريق اللي هو مصغر في حالة إن ساءت الأحوال الجوية، يكون في فريق ثاني يكون تابع له على أساس يكمل المشوار وياهم، وإذا في حالات ثانية يكون في تدخل أيضا من الشركات اللي موجودة من المواقع نفسها يعني. جميل. كيف كان أستاذ التواصل معاكم ومع الأهالي وحتى الجهات الأخرى؟ نحن أرقامنا تكون شغالة وعندنا الرقم الخط الساخن اللي هو 993، هذا يكون شغال على مدار الساعة، في أي بلاغ نحن نقيم شو الضرر الموجود، نحاول نرسل له السيارات، نرسل له أي مساعدات بحيث أنه نغطيها. طبعا بعد نهاية هاي الأمطار يكون في جولة من اللجنة نفسها في أماكن محتاجة تعديل في الشوارع، تعرف يكون الشارع يكون فيه صبخة يكون فيها، فنحاول نحن يكون عندهم بعد الجماعة اللي هو الكنكري هذا اللي هو يكون شوية يقوي من الشارع نفسه، في يتم ترتيبه وتسهيل حركة بالنسبة للسيارات وللسير للجميع. يعني استاذ طالب، كان في هناك فريق أزمات تم تشكيله؟ نعم الفريق هذا مشكل من بداية السنة ونتابعه في اجتماعات شهرية، ولكن وقت الأمطار هذا الفريق يكون شغال يعني. جميل. استاذ طالب، حابين نعرف واجهتوا صعوبات من قبل أهالي أو صار لا سمح الله أي شيء يعني طارئ؟ في الوقت الحالي الحمد لله الأمور كلها طيبة وما صار في أي شيء، الأشياء اللي تصير يعني بسيطة ما يكون فيها أضرار بمستوى عالي، والحمد لله الموظفين والعمال قائمين دور كامل يعني، وغير ان الشراكه الاستراتيجيه مع الشركات الخاصه تتبع يقوم مساعدتنا في بعض الاحيان يعني. جميل. طبعا استاذ طالب بن صفر، شاكرين لك تداخلك معنا ونتمنى لكم التوفيق. يا اهلا وسهلا مشكور. جميل.